لو عرفت ايه هي عجائب الدنيا هتكسب 100 جنيه. بقول لك هيبقى في عجيبه تامنه في مصر، تفتكر ايه هي؟ هي في عجيبه في مطروح، خد بالك. برج القاهره. وديني. هو البرج بتاع الصين، مش عارفه اسمه، اللي في ايطاليا المايل ده. اه ليننج تاور اوف ابيزا. لا يعني عملناهم بس مش عارفين عملناهم ازاي. جت معانا كده. احنا النهارده في اسكندريه عشان نعرف من الناس ايه هي عجائب الدنيا السبعه. تعرف ايه هي عجائب الدنيا؟ يلا بينا. هو ايه اللي يلا بينا؟ سبعه. ايه هم بقى؟ ازيك؟ ماشي شكرا. انا راجل وشك ان انا جيت هنا اساسا. هوبا وعمار يا اسكندريه. لو عرفت ايه هي عجائب الدنيا هتكسب 100 جنيه. عارفه ايه هم عجائب الدنيا؟ انا اعرف ان عجائب الدنيا سبعه. سامعني ان انا شفتك. ماشي ايه هم؟ الهبد مسموح تقريبا. اه مسموح. لقيتهم هجموا عليا. الاهرامات ثلاثه. ثلاثه ما الاهرامات ثلاثه باكج يعني. هو كمان في واحد محدد صخرة منكورة حاجة. البرج المائل ده تقريبا. نهر النيل تقريبا. إيه حاجة في الصين. حاجة في الصين. هي بيقولوا كده. لا مش عارف. ايه ده ليه؟ السلام عليكم، تدخلوا معانا مسابقة؟ شكرا. مسابقة عبطلتني، خلي بالك. على بطلتك الثلاث ثواني دول؟ دي عجيبة هنا في اسكندرية وتهدد. طب اديك اختيارات. الفول الاسكندراني، الكبدة الاسكندراني، الفريسكا الاسكندراني، ولا جلاتي عزة؟ جلاتي عزة. جلاتي عزة من عجائب الدنيا. بس ايه العجيب في كده يعني؟ وهيعمل ايه صياد لو بقول لك يا حاج ما تعرفش ايه العجيبه التامنه؟ العجيبه التامنه؟ ايوه العجيبه التامنه لما في سمك في الميه. كلت الطعم ومشيت؟ حتى السمك بيتبكس في الميه. بقول لك بس 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 بس. تعرفي ايه العجيبه التامنه؟ لو ربنا كرمك ما تنساهاش بحاجه بقى. تفتكروا ايه هي عجائب الدنيا؟ عجائب الدنيا ايه؟ زي ايه مثلا؟ انت اللي بتسالني؟ اسكندريه. اسكندريه عموما. في عجيبه هنا في اسكندريه، تفتكر ايه هي؟ مكتبه اسكندريه؟ لا. فنار اسكندريه. الف مبروك يا فنان. استنى، فلوس كتير بس اتحشرت. الف مبروك، كسبت معانا 100 جنيه. اسكندريه المحروسه المحروسه. ولا Do you know the wonders of the world؟ ايه يا عم انت خايف في ايه ده مايك؟ رد لو سمحت. عم ربنا يسامحك. اه دي البدايه بس. يعني انت ضد الموضوع اصلا؟ معاه. عايز انت. ورجعنا من اسكندريه للقاهره عشان نسال الناس ايه العجيبه التامنه اللي هتقدمها ايجيبتس. يلا بينا. انتوا ممرضات؟ لا. عارفين عجائب الدنيا السبعه؟ في الجديده وفي القديمه. الله ده انت دارس بقى. هما سبعه ان هما حاجات ما حصلتش في التاريخ قبل كده. ما حصلوش. حاجات خياليه. يعني محدش عارف حصل ازاي. هما لقوهم، اتولدنا لقيناهم. اه برج القاهره. وديني. لا يعني عملناهم بس مش عارفين عملناهم ازاي. جت معانا كده. الاهرامات كده كده. الحته بتاعت سور الصين العظيم. مش عارفه. القمر. الاهرامات. مش فاكره غير الاهرامات. بس خلصت. مش عارف. وانت مش عارفه اصلا. اللي هو البرج بتاع الصين، مش عارفه اسمه، اللي في ايطاليا المايل ده. اه ليننج تاور اوف ابيزا. برج بيزا المائلي ده. حاجه من عجائب الدنيا. ممكن الجيزه. الجيزه. التمثال اللي هو كبير ده كان اسمه الجيزه، اللي هو ابو الهول. ولو في عجيبه في الجيزه بيبقى في ميكروباص كده في الهرم. اه بيبقى تانك الغاز واخد نص العربيه. اه وتلاقي عندهم عربيه كده. بقول لك يلا 8 نحملها 8. دي عجيبه. 2 وربع. اه 2 الا ربع. 2 الا ربع. طب اقول 75 قرش يعني. ما هو ده قفلها. لا مش فاكر حاجه ثانيه. دول بس اللي اعرف. في اربعه تانيين وانا وثلاثه اخرون. وعدائك الفسطاط اللي انسي فيها. حقائق الفوجين. حقائق الفسطاط ازاي يعني؟ لا عليك. استعلفك بالله ما تفتعلش المشاكل. حابه تضيفي حاجه للشدة المشاهدين؟ انت جبت لي تلعثم يا مريم. تلعثم؟ ايه التلعثم ده؟ ماشي يا بلد. حاضر. حاضر يا حاج. ابوك كان عايز ايه؟ كان عايز نجيب فلوس من اهلي. من اهلي؟ من اهلي بقى. اه من بنك الاهلي. بنك الاهلي. تفتكر ايه هي العجيبه التامنه اللي هتقدمها ايجيبتس؟ عجيبه تامنه؟ مثلا ممكن يجيبوا عجيبه كده غريبه اللي هم يقطعوا النيل مثلا. نخليه اخره عندنا. ايوه. ده شركه حفر دي ايجيبتس اكيد. ايه العجيب تاني في مصر؟ كلنا. هو ايه الاولاني؟ الناس في مصر عجيبه عادي يعني. الناس. الناس. الناس عجيبه كلها. شباب ممكن. طب انت ليه بتعنصريها؟ ليه مالهم الشباب؟ معلش انا مش منهم. بس لا عمري ما هبقى من الاشكال دي، فاهم؟ ايه الاشكال دي؟ الشباب بشكل عام هو
الناس اللي هم بتوع ايجيبت والحياه اللي هي مش بتاعتنا خالص اللي هم عايشين فيها. انت قصدك على التينيجرز مش الشباب يرخصوا الاسعار مثلا. دي عجيبه دي. ايه اغرب سعر شفتيه مثلا؟ عارف في سمك صغنن كده في السعودي، هو انا سالت الراجل ما رضاش يقول لي على سعره. ليه يا حبيبي؟ قال لي لا مش هتشتريه. دول ليه؟ قال لي خلاص الكيلو ب 3500 وصغير كمان كده ساريه. اللي بساريه اللي احنا كانت اصلا كيلو ب 10 جنيه بجد والله، بقى ب 3500 في السعودي. ليه بقى يعني ما ذكرش اسباب؟ كباري مثلا بتاكل سوشي ملطخ بالذهب؟ لا لا لا، ده السوشي ارخص بكتير خلاص بقى. في ممرض كمان وصل، اتفضل معانا في الانتريه. تفتكر ايه هي العجيبه التامنه اللي في مصر؟ الشعب. برج كمان. هو احنا ايه بقى؟ احنا قاعدين نعمل برج وكباري؟ ممكن كوبري بقى. تعال حضن حضن عجله قدام يا اسطى. بقول لك ايه، ايجيبتوس بيقدموا عجيبه تامنه في مصر، تفتكر ايه هي؟ هي في عجيبه في مطروح، واخد بالك. ايه اللي وداك غريب؟ احنا في عجيبه. خلصوا ضحك. العجيبه التامنه دي حاجه تخصهم لما نروح نتفرج عليها هناك. ضحكتها ضحكتها. انت تامن حبيبي يا فنان، تسلم. بقول لك ممكن تبقى ايه، ممكن مطاعم الفراخ تختفي من مصر. دي هتبقى دي بقى اللقطه، الناس هتموت فاهمني، مفيش فراخ. انت الشارع ده كله فراخ. ايه العجيبه التامنه؟ اكيد 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 العجيبه التامنه عجيبه. اي اي نجوم منصور مرعبه ليه اورا كل الحسن لحضره القاضي. محل مراتب. مراتب؟ مراتب. ليه العجيبه التامنه مراتب؟ انت ايه مستعجب ليه؟ والله التيك توك يتقفل برضو. فاهم الحاجات. انت جاي، انت ليه جاي على قفل؟ مساء الانوار، اتفضل معانا في الانتريه. قفشه قفشه. قفشه ده من عجائب الدنيا. انا زملكاوي بس قفشه ده غريب. القاضيه دي اللي ممكن تكون العجيبه التامنه. غلطه مش قاضيه. التامنه ممكن. لازم نيجي معاك ايجيبتوس اللي انت عمال تتكلم عليه ده. بس اعرف ايه ايجيبتوس يعني؟ انت في الريل استيت؟ لا انا مش ريل استيت. بس امال عرفت منين؟ عارف ناس في الريل. مهتم انت؟ واخد فين انت؟ هو اللي واخد فين؟ لا اقصد يعني فين، في بيوت بيوت. تفتكر ايه عجائب الدنيا الثمانيه؟ سبعه. انت قديم قوي يا محمد، كل حاجه تفتكر ليها سبعه فؤاد، اشمعنى رقم سبعه؟ ممكن عشان كريستيانو مثلا. الاهرامات ابو الهول والاهرامات كده اتنين. والاهرامات ده الثلاثه داخلين بنفر كده، احنا معانا اربعه. طب قول لي السبعه. سته. هو ما زاد. لو عايزين تعرفوا ايه العجيبه الثامنه اعملوا لي فولو واستنوا الفيديو الجاي. هبب.